هذه العائلات ليست من المتنزهين، وهذا المكان ليس متنزها عاما، بل هو أحد أماكن تجمع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الراغبين بالوصول إلى اليونان ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. أوضاع إنسانية غاية في السوء رصدناها بين جموع الراغبين بالهجرة نحو أوروبا عند الحدود التركية اليونانية. محمد كان من أوائل الواصلين إلى المنطقة الحدودية مع اليونان بعد الإعلان التركي عن فتح الحدود، روى لنا ما عايشه في الأيام الماضية. احنا جينا لهوني ما كان في حدا هوني بالنوب، قالوا بكم تجلس هون، جلسنا نطرين كل يوم بتيجي عائلة عائلتين ثلاثة، نضلنا قاعدين بهالمكان. المشكلة عندنا ان احنا نقطع هيداك الطرف ان يستجيبوا، لان عائلتنا مشردة هلا بسوريا، ما عاد في بيوت، ما عاد في الاهل مشردين بكل مكان. قلت هلا باسطنبول ما بقدر اجيبهم من بلبادلة. معظم من وصلوا الى هذه المنطقة الحدودية جاءوا ظنا منهم بان اليونان قد فتحت حدودها لاستقبالهم، ليفاجئوا بان ذلك غير صحيح وبانهم باتوا الان في العراء دون اي مقومات للحياة، فلا خيام ولا خدمات طبية ولا طعام صحي يكفي للجموع، والسائد هنا هو انتظار فتح الحدود. نحن في هذا المكان اول ما جينا لهون جينا حساس ان نطلع لاوروبا، لكن ما كان املنا هيك، حساس نفوت على اوروبا ونفوت سوي يعني نفوت دغري، تمام، انه ما نوقف هون ما نبرك هون. هالاطفال شوف يعني علاج بيجيك علاج، العلاج يعني اللي بده علاج اللي بده علاج يعطوه حب وجع راس. انا عايش بتركيا 4 سنين في انطاليا، رحنا صرنا هون يومين تحت هالبرد وهالجو قاسي كثير يعني، وبطانيات امبارح جابونا، بس رحنا بدنا نطلع على اوروبا، حابين كل ما نكمل دراستنا وما نضيع مستقبلنا. يحاولون بين الفينة والأخرى إظهار معاناتهم أمام العالم من خلال فعاليات بسيطة ينظمونها بما توفر في المكان، ولكنهم بعد انقضائها يدركون بأن هذا الملف هو أكبر من الاستجابة السريعة لمطالبهم البريئة، وبأنه مرتبط باتفاقات وربما صفقات دولية، وإلى ذلك الحين سيبقون في العراء. علام صبيحات لقناة الغد من الحدود التركية اليونانية.